هلا انا اثناء ما فقدت بصري كان بالنسبه لي يعني ما بعرف من وين بدي ابدا حياتي او طريقي، فما كان عندي شيء اني اصلا املي فيه كل فراغي غير اني امارس تمارين رياضيه، وكنت ابني جسمي بطريقه كثير قويه وما بعرف ليش ما كنت حاط ببالي ممكن اكون بطل. فلما تعرفت على اول نادي للمكوفين وهناك قدرت اني ابدا اطور رياضتي اني اكون رياضي ومحترف وامارس الرياضه من خلال اللعب لنادي ولمنتخب وغيره. الرياضه بالنسبه لي للامانه انا كثير بكون يعني عندي غضب كبير بقدر افرغه من خلال الرياضه. قبل شهرين تقريبا فقدت والدي الله يرحمه، وبعد باسبوع قدرت اني اشارك ببيروت ماراثون واعمل مركز اول وعملته عن روحه الله يرحمه. كل واحد فينا لازم يدور ليش اجى على هالدنيا، ما اجينا على هالدنيا. فانا بديت ادور وتاخرت شوي وبعدين مشيت ولقيت فعلا ليش انا جيت لهذه الدنيا، والحمد لله اليوم انا قدرت اني اعمل اكون مثل قصه نجاح وخلي الناس تتعلم مني.